السلام عليكم. النهاردة معانا تحدي ظريف من الامباكت جي دي اكس سيستم 18 فولت من بوش، وده الموديل الفريك اللي بيكون رينش ودرايفر في نفس الوقت، وبين امباكت رينش سيستم 18 فولت من دونج شينك. بداية هو التحدي بينهم على الورق غير عادل، لان بالارقام الموديل البوش 200 نيوتن وبطارية 2 امبير، اما الدونج شينك فهو 300 نيوتن وبطارية 4 امبير. بس هنشوف. طبعا الاثنين براشلس يعني بدون شربون. حد يكون البطاريتين فول تشارج مشحونين بالكامل، وهيكون الاختبار من 3 أجزاء. الأول هنربط مسمار 13 8 سنتي و 10 سنتي، وهيكون المقارنة بين البوش كطرف والدونج شينج كطرفين، مود في اللو أو الواطي ومود في الهاي أو العالي، يعني الدونج هيكون داخل بنفرين. اختبار تاني للفك عند 100 و150 و200 و250 و300 نيوتن، وآخر اختبار هنربط بالبوش صامولة ونفكها بالدونج والعكس. نبدأ في أول اختبار. البطاريات مشحونة بالكامل. هنبدأ بمسمار 13 بورما 8 سنتي. ممكن المود اللو خد وقت أطول. بعدين نشوف المسمار 10 سنتي. تقريبا البوش والدونج نفس التوقيت، واللو طبعا بعديهم، وده طبيعي. نروح للاختبار الثاني. هنبدأ بفك مسمار مربوط على 100 نيوتن، بعديه 150 نيوتن، تقريبا نفس السرعة الكل. بعدين هنشوف 200 نيوتن، كده السرعة بطيئة مش هتكمل معانا في عزوم أعلى. هنشوف بعد كده 250 نيوتن، تفوق واضح للبوش. نشوف 300 نيوتن، التفوق هنا برضو للبوش. نروح للاختبار الثالث. هنربط بالبوش والدونج مدة 15 ثانية، ونفك اللي ربطناه بالبوش بالدونج واللي ربطناه بالدونج بالبوش. هنربط كده، هنفك اللي ربطناه بالدونج بالبوش والعكس. تقريبا فرق اجزاء من الثانية. هنعمل تاني بس المدة هنزودها 30 ثانية. هنفك بنفس الطريقة، هنفك برضو على هاي وشوف. تقريبا واحد، نفس النتيجة. تجربة شيقة وتحدي جميل، وبصراحة أداء البوش فوق توقعاتي، يمكن لأنه عدى العزم بتاعه اللي هو 200 نيوتن. هو يمكن عداهم في الفك، لكن في الربط هو أدى العزم بتاعه اللي هو 200 نيوتن، وغالبا الرينش بيكون قدرته في الفك أعلى من الربط. وبالنسبة للدونج برضو أداؤه كان عالي، والفروق بسيطة بينه وبين البوش. يمكن عزمه المكتوب طلعه في الفك، لكن في الربط كان أقل شوية. وطبعا الحكم ليكم على الاتنين. وبس كده. لو عايزين اختبارات مختلفة، اختبارات أكتر، اكتبولي في الكومنتات، وما ننساش اللايك الظريف
if you like it, like it. وأرجو من الله إني أكون أفدتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.